طيب عايزه تعملي ايه بقى؟ عايزه تحشي القوطه، تحشي الفلفل، خدي احشي فلفل. احشي بايدي؟ زي ما انت عايزه، عايزه بايدك. لا انا شايفه ايه، عايزه تحطيها كده وتعملي كده وتخلصي. اهو احشي وتسيب حبه شويه كده. ليه؟ عشان الرز عشان لما يكبر. اه ودي حاجات انت طبعا ما تعرفهاش. المفروض انت اللي توريني، فضحتينا. من الرز أيوة، بيقول تحطي لها الطربوش كده وتوقفيها كده، حاجه لطيفه. والله ريحه ودي برضو ايه الطربوش بتاعها راح فين اهي، تشيلي دول. بصراحه انا جدتي ما كانتش بتحطهم بالطاقيه بتاعتهم. ازاي امال تاخدي طعم الراس دي ازاي؟ اهي كده وتسكتيها كده كده. بونجور يا حبيبي، اقعد. وهنا لا ده ورك على كرسي تاني، ده كرسي. انت عايزه اعاده حشي، اعاده تقوير؟ بجد؟ ايوه، ما بتنضفيش البتاع من جوه قوي. بخاف تفتح مني. ياي ده مزعج بشكل. انا امبارح ما عرفتش انام من تشخيره. طب هناكل في الاخر. عارفه دول ممكن تعمليهم دول برضو لوحدهم ازاي؟ بشويه زيت كده ومش عارف ايه، تسويهم الاول وتحطيهم تحت ال او تسقيهم للمحشي لو مش عايزه تحطيها نايله ومش هترصي كويس يعني. هو المحشي بتعمل في حله ولا في ايه؟ حسب، انا بعمله ساعات في البايركس كده لما يكون فلفل وقوطه عشان يفضلوا اطباق كده واقفه. انت بالمعلقه بتنجانه. بعد اللي حصل امبارح ما اقدرش احط وشي في وش سميحه. عشان ايه؟ هو الواحد لما يخسر اول جوله معناها انه يبرك ويسلم؟ لسه مفيش فايده يا عم سميحه. يلا اشتغل يا ياسمين، فضحتيني. مستنياكي والله. مستنياني ايه؟ يلا مستنياكي. مستنياكي انه حرك وفهلاوي. ايه ده؟ مغامرات بعدد شعر. ومال البتنجان دول قاعدين لنا؟ اقول لي لقوه بقى في السوق. ساب كل الستات اللي عرفتها. ده فسنا الرز، خد الحبه صغيرين كده ونسيبها شويه فاضيه ونحطها. انا عمري ما عرفت ستات، هنخليك تعرف. عايزه ايه تاني؟ حشيت ايه عندك؟ دخل في مخها انك تعرف ستات الدنيا والاخره. ماشي، تحشي البتنجان. المهم ان احنا في الاخر سيبنا الكوسه اللي هي ممكن نحشيها بسهوله عشان هي كبيره. اهي اتفضلي. المساله في غايه سلام. قال يعني جت في يا سلام. اتفضلي يا ستي بقى اهو هاتي. من واحدة ست. وريني هتخرميها ازاي دي بقى؟ اي ست المهم انها تعتقد انه الستات بتجري وراك، تجري وراك هي الاخرى عشان تنتصر عليهم. اكذب يعني؟ لا يمكن.